لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث واقع معركة أين الله الجزء 49، وعنوان حلقتنا النهاردة الأزهر يستدل بمذهب مخالف لعقيدة. شفنا في حلقة اللي فاتت أن المعتزلة بيخلفوا الخوارج لفظية فقط، واخترعوا حاجة اسمها المنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة، ولكن في الحقيقة بيوافقوا الخوارج ان مرتكب الكبيرة كافر في الآخرة، يعني هيكون مخلد في النار. والاثنين الخوارج والمعتزلة خلفوا الصواب زي ما قال الشيخ ابن عثيمين، عشان كده الحنابلة الوهابية بيسموا المعتزلة مخانيس الخوارج، لان قول المعتزلة في النهاية بيفضي الى قول الخوارج. وكان سؤالنا ازاي الازهر بياخد عقيدته من المعتزلة وينقل من كتاب الكشاف للزمخشري في مجلة الأزهر، والمفروض هو فهم إن المعتزلة كلامها هو نفس كلام الخوارج مع تغيير الألفاظ. إزاي الأزهر بيستشهد بعقيدة المعتزلة اللي هم مخانيس الخوارج؟ وفي حلقة النهاردة هنعرف مع حضراتكم علاقة عقيدة الأزهر بالمعتزلة. هل عقيدة الأزهر بتتفق مع المعتزلة علشان ياخدوا من كتاب الكشاف الزمخشري وينقلوا منه في مجلة الأزهر زي ما هتشوفوا معايا على الشاشة اهو قدامكم؟ مجلة الأزهر صفحة 16 الفقرة الثانية مكتوب: وفي الكشاف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى وتنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي الحاد في أسماءه تعالى كالتشبيه مثلا، وأن يصان من الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. الأول نراجع مع بعض مين هما الأشاعرة ونشوف المرجع قدامنا من مجموعة فتاوي ابن تيمية كتاب العقيدة كتاب الأسماء والصفات، وباقي مرجع هيكون قدامكم على الشاشة. الأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام، جبرية في باب القدر، أما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم. يبقى الأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام، والمرجئة دول بيقولوا أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط، والعبادة ليست من الإيمان. يعني إيمان اللي يصلي هو نفس إيمان اللي مش بيصلي. طيب إيه علاقة الكلام اللي قلناه بموضوعنا اللي بنتكلم فيه عن مجلة الأزهر، وإزاي الأزهر الأشعري بيستشهد بمرجع معتزلي؟ وعشان نعرف العلاقة دي هنشوف الشيخ ابن عثيمين وهو بيتكلم عن نقطة مهمة جدا في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض. كما أن الذين يقابلونهم من المرجئة ويحملون أحاديث الوعيد وآيات الوعيد وأحاديثها على من استحل ذلك أو على الكافر أيضا جانب الصواب. والصواب أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، لأن الله قال في آيتين من كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر الله في سورة النساء مرتين. وهنا شوفوا الفضيحة اللي قالها ابن عثيمين عن الأزهر كعقيدة. أنا مش بقول إن الشيخ ابن عثيمين ذكر الأزهر كمؤسسة دينية ولكن كعقيدة. الشيخ ابن عثيمين بيقول إن المرجئة عكس الخوارج والمعتزلة في إيه؟ طبعاً أكيد في العقيدة، لأن كلمة مرجئة بتتكلم عن الإيمان، والإيمان أهم جزء في العقيدة، ده لو ما كانش هو العقيدة ذاتها. وبيقول إن المرجئة يوجبون آيات الوعيد، والوعيد اللي هو يعني الخلود في النار. الخلود في النار ده على الكافر فقط أو المسلم اللي استحل المعصية، كده برضو بيكون كافر. ولأن الإيمان عند المرجئة لا ينقص بالمعصية ولا يزيد بالطاعة، عشان كده عندهم مرتكب الكبيرة مش هيعذب في النار لأنه مؤمن كامل الإيمان. وده عكس الخوارج اللي بيقولوا أن مرتكب الكبيرة كافر حلال الدم والمال ومخلط في النار. ونشوف الفيديو اللي جاي للشيخ ابن عثيمين اللي بيأكد أن الخوارج بيقولوا أن مرتكب الكبيرة
كافر وحلال الدم. والخوارج يصرحون بأنه كافر وأنه حلال الدم والمال، وكلاهما قد خالف الصواب. وزي ما شفنا الشيخ العثيمين بيأكد أن الخوارج يصرحون بأن مرتكب الكبيرة كافر وأنه حلال الدم والمال، والاثنين الخوارج والمعتزلة خالفوا الصواب. وشوف الفيديو اللي جاي اللي بيأكد أن المعتزلة بيقولوا أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، مش مسلم ومش كافر في الدنيا لكن في الآخرة مخلط في النار. ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي لابن عثيمين. ومسألة الخلود في النار معروف أنه لا يقول أحد بخلود أصحاب الكبائر إلا طائفتان مبتدعتان، إحداهما الخوارج والثانية المعتزلة. لكن الخوارج يقولون أنه مخلد في النار ولكنه ليس بكافر، بل هو في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. يبقى من الفيديوهات اللي فاتت شفنا الشيخ العثيمين بيأكد أن الخوارج يصرحون بأن مرتكب الكبيرة كافر وأنه حلال الدم والمال، والاثنين الخوارج والمعتزلة خلفوا الصواب. وشفنا المعتزلة بيقولوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، مش مسلم ومش كافر في الدنيا لكن في الآخرة مخلط في النار. ودلوقتي هنشوف كلام ابن عثيمين عن المرجئة اللي يعتبر يعني فضيحة بكل المقاييس للأزهر في شيخه ممثلا بدكتور أحمد الطيب وعلمائه، وكمان فضيحة حقيقية لكل المسلمين اللي على عقيدة الأزهر، وهم حسب كلام شيخ الأزهر الغالبية العظمى للمسلمين. ونشوف كلام الشيخ ابن عثيمين مرة تانية ونشوف مع بعض. كما أن الذين يقابلونهم من المرجئة ويحملون أحاديث الوعيد وآيات الوعيد وأحاديثها على من استحل ذلك أو على الكافر أيضا جانب الصواب. والصواب أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، لأن الله قال في آيتين من كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر الله في سورة النساء مرتين. وزي ما شفنا الشيخ ابن عثيمين بيقول اللي عكس الخوارج والمعتزلة هم مين؟ هم المرجئة، ويحملون آيات الوعيد وأحاديثها على من استحل ذلك أو على الكفر أيضا. يعني الخوارج والمعتزلة اتفقوا إن مرتكب الكبيرة في الآخرة في النار، أما المرجئة لأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لأن الأعمال مش بتدخل في مسمى الإيمان، فمرتكب الكبيرة عند المرجئة بيعتبر كامل الإيمان وبيدخل الجنة. والصواب إن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، لأن الله قال في آيتين يعني آيتين من كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وطبعا دي عقيدة الوهابية. يعني المرجئة بيقولوا إن مرتكب الكبيرة ده مؤمن كامل الإيمان، يعني الأعمال ملهاش دعوة بالإيمان، يعني اللي يشرب خمرة مفيش فرق بينه وبين إيمان، يعني مفيش فرق بين إيمانه وبين إيمان جبريل ومحمد وأبو بكر وعمر. وشوفوا معايا الشيخ وليد السعداني وهو بيأكد المعلومة دي، وشوفوا الفيديو اللي جاي مع بعض. فقولهم لا يعطونه الإيمان المطلق خلافا للمرجئة الذين يعطون مرتكب الكبيرة الإيمان التام الكامل، فيقولون إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، ومهما تقحم فيه العبد من الذنوب والمعاصي فلا ينقص مؤشر إيمانه ولا 1%. وزي ما شفنا الشيخ وليد السعدان بيأكد إن المرجئة بيقولوا عن مرتكب الكبيرة إن إيمانه تام يعني كامل، وإن إيمان أفسق الناس كإيمان أبو بكر وعمر، ومهما ارتكب العبد من الذنوب والكبائر فلا ينقص مؤشر إيمانه ولا 1%. والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول النقطة دي لكن تدليس يعني بيدلس شوية وبيراوغ، وهنوضحها لحضراتكم بعدين. بس أهم حاجة دلوقتي إننا هنشوفه في الفيديو اللي جاي وهو بيتكلم عن المرجئة ونشوف هيقول. لو رحت للمرجئة يقول لك ما يهمهوش يشرب براحته حيدخل الجنة. يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول لو تسأل المرجئة عن مرتكب الكبيرة هيقول لك ما يهمهوش يشرب براحته الخمرة هيدخل الجنة. يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مرجئ وعلماء الأزهر مرجئة، ونشوف الفيديو اللي جاي. دي كلها مقولات الإمام الأشعري جاية من فين؟ جاية من أن الإيمان عنده العمل ليس جزءا منه. يعني ممكن أن تكون مؤمنا تماما وإن كان عملك غير يعني لا، ومقولته لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر ضاع. يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول بشكل صريح وواضح
إن الأزهر وشيخ الأزهر وعلماء الأزهر مرجئة، يعني عكس مذهب المعتزلة. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول أنا مرجئ بالفم المليان. طب يا شيخ الأزهر، لما الأزهر مرجئ ليه بيستشهد بكلام المعتزلة في مجلة الأزهر وعقيدة المعتزلة عكس عقيدة الأشاعرة؟ وده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقة الجاية، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. وإلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.